مساء الخير. من القاهرة والناس نشرة إخبارية جديدة إليكم أبرز عناوينها. روما تفضح واشنطن وتكشف محاولة الوقيعة مع القاهرة. التنمية بالساعة السكانية. متهمون جدد في حادث القطارين. البنتاغون يدق طبول الحرب على بيونغ يانغ. وإليكم تفاصيل النشرة. تعزيز أوجه التعاون الثنائي مع الجابون، هذا ما أكده الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته إلى الجابون في ثالث محطاته الإفريقية ولقائه مع نظيره الجابوني علي بونغو، مشيرا إلى ضرورة التنسيق بين الجانبين للتصدي للتحديات المشتركة التي تواجه القارة الإفريقية، حيث أعقد الرئيسان جلسة ثنائية لمناقشة مستجدات القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خاصة ما يتعلق بمواجهة الإرهاب وحفظ الأمن والسلم بالقارة، أخذا في الاعتبار عضوية مصر الحالية بمجلس الأمن الدولي ومجلس السلم والأمن الإفريقي. روما تكذب واشنطن، فقد نفت مصادر حكومية لوكالة كيل الإيطالية ما نشرته وسائل إعلام أمريكية من بينها نيويورك تايمز حول حصول روما على معلومات وأدلة من إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما تدين السلطات المصرية في قضية مقتل الشاب الإيطالي جوليو ريجيني، مشيرة إلى أن ما نشر في الإعلام الأمريكي عار من الصحة. وقالت الوكالة الإيطالية أن هذه الأكاذيب محاولة للوقيعة بين القاهرة وروما بعد قرار عودة السفير الإيطالي لمصر. تفعيل الساعة السكانية يسهم في تحقيق التنمية، هذا ما أكدته الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، قائلة إن ميكنة مكاتب الصحة خطوة أساسية داعمة للتنمية بالتوازي في جميع المحافظات وليس عن طريق التخطيط المركزي، مشيرة خلال مؤتمر الإعلان عن ربط الساعة السكانية لحظيا بقاعدة بيانات المواليد والوفيات أن ذلك سيرشد صاحب القرار إلى احتياجات كل منطقة في مصر وفقا لعدد المواليد بها لتقديم الخدمات الأساسية من مدارس وشبكات صرف صحي وتوفير فرص العمل. واحنا النهارده بنتكلم على التنميه الحقيقيه، التنميه الحقيقيه بتحصل على مستوى المحافظات مش بشكل مركزي زي ما هي معتاده، فانا النهارده لازم يبقى عندي بيانات دقيقه ولحظيه حديثه محدثه عن منظومه المواليد والوفيات على مستوى الجمهوريه، دي هتخلينا نضع خطط سليمه من حيث فتح خدمات تعليميه مثلا، انا عارفه لما يتولد عندي اطفال في محافظات او في قرى عن قرى ابقى بوجه الزياده في دور الحضانه في فتح مدارس جديدة كمان 5 سنين، فتح جامعات بعد 15-16 سنة، إن أنا يبقى عندي خريطة صحية وأنا بتكلم على تطعيمات لأطفال، بتكلم على الأمراض، لأن برضو المنظومة بتديني أسباب الوفاة بشكل تفصيلي في نموذج وزارة الصحة مدياه، فحتى أسباب الوفاة نتيجة الحوادث بتبقى موجودة، فأقدر إن أنا وأنا بطور البنية الأساسية بتاعتي بطور الطرق بطور المرافق بتاعتي أبقى عارفة إن هنا حدث بسبب حوادث أو أمراض معينة. متهمون جدد في حادث قطاري الإسكندرية، فقد قررت نيابة شرق الكلية بالإسكندرية حبس 4 محصلين بقطار بورسعيد لاتهامهم بالإهمال والتزوير، وأمرت بسرعة إعداد تقارير الأدلة الجنائية الخاصة بتفريغ الصندوق الأسود في القطار لمعرفة الأسباب الحقيقية للحادث، كما جددت النيابة حبس سائقي قطاري الإسكندرية المتعطل والمصطدم واثنين من مساعديهما 15 يوما على ذمة التحقيقات في اتهامهم بالقتل الخطأ والإهمال الجسيم. الآثار تكشف حقيقة القطع المفقودة، فقد أكد قطاع الآثار المصرية أن ما تم تداوله في بعض المواقع بشأن فقدان أكثر من 30,000 قطعة أثرية هو تقرير مرفوع من الإدارة المركزية للمخازن المتحفية، وذلك للوقوف على قائمة بجميع المفقودات على مدار أكثر من 50 عاما، ومن بينها القطع التي تمت سرقتها خلال حالة الانفلات الأمني التي سادت البلاد في أعقاب ثورة يناير، وذلك حتى يمكن تتبعها مع الانتربول الدولي وغيرها من الجهات ذات الشأن لاستردادها. واشنطن تدق طبول الحرب، فقد كشف موقع إي دايلي الاستراتيجي الأمريكي أن البنتاغون ينقل أسلحة ومعدات حربية ودبابات
إلى موانئ المحيط الهادئ وخليج المكسيك في إطار الاستعداد لتوجيه ضربة عسكرية لكوريا الشمالية. وبحسب الموقع الذي استند إلى معلومات مدون عسكري أمريكي، فقد نقلت وزارة الدفاع أكثر من 150 آلية عسكرية إلى موانئ أمريكية شمالية تعد نقاط إمداد عسكرية لكوريا الجنوبية ومحيط شبه الجزيرة الكورية. إلى هنا مشاهدينا تنتهي هذه النشرة، نلتقي في مواعيد إخبارية قادمة بإذن الله.